حوجناش والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العد على روحك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قال العين على حاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روح يا حبيب قبل ما تفتش يا واد عالناس وتزور لبيت ولا تنزورش لبيوت الناس واللي ما ترضاش على روح ما ترضاش يا واد عالناس صاحبي كيف مش صاحي ولا ينفع يوم يتصاحي وانا ليه انا اصاحي صاحب في لو كارتلك انا عايز امسي واصبح ولا عايز ارجع بتطوح انا عايز صاحب من الاصل مش صاحب ندلي وقلك الصاحب الندلي تسيبه لا تقول صاحبك على عيبه ولا صاحبك اللي من بختك انت هتضحك على مين دول قالوا لو صاحبك خانك اعتبر يا واد خانك لا تسب عليه ولا حتى تضرب وياه نفسين هتزعل ماما الجدعة ماما اللي اديتك الرضعة وقالت لك منا يا نوخ وتهدد شيل وغسيل وشالت لك يا ابن الكخة تيجي تقلب يا ابن دماغك وتشوفك بقى من جاي ورجع لي في نص الليل هتزعل ماما الجدعة ماما اللي اديتك الرضعة وقالت لك منا يا نوخة وتهدد شيل وغسيل وشالت لك يا ابن الكخة تيجي تقلب يا ابن دماغك وتشوفك بقى من جاي ورجع لي في نص الليل وقالت لك منا يا نوبة وتهددش الوغسيل وشالت لك يا ابن الكخة تيجي تقلب يا ابن المخة وتشوفك بقى من
شغل المعارض بقى شغل عبيد، ما بلاش تنقيد بقى ندفع عيد، خد مني المفيد، الرجولة مش في الوريد، من غير تعليم ودراسة يا ابن الرجولة وراسة، وهجيب لك اخر الفولة، الرجولة دي مش بسهولة، صاحب الكيف مش صاح ولا ينفع يتصاح. انا بقول لكل الصحاب الشمال اليمين شغال، قدر علشان تتقدر، تغلط تزعل تتقدر، مش عايزك تبقى شمال، اصل اليمين شغال، هتغيب هاجيب هتغيب هاجيب، تبقى بالعيب مش نوحل، تمسك السلاح تعمل سفاح، اهو دمك صح وهتتخاي، شغل المعارض بقى شغل عبيد، ما بلاش تنقيد بقى ندفع عيد، خد مني المفيد، الرجوله مش في الوريد، الشمال اليمين شغال. يا محوجة يا قهوة عايدة، عالريحة مظبوطة وزايدة، بعد ال 18 فنجان ولسه بقى نارك قايدة. التظبيط وازاي هتعمل فيها عبيط، والدفع كاش وما فيش تقسيط، سبع البرمبة بيتمطع وصدر عيش بلدي مفقع، رغاي قوي عمره ما صدع، فتوى على نقاط الحيط وتبدل المتساق سايق، وهو ضل راجل ولا ضل حيط، وعشان كده مفيش فايدة. يا محوجة يا قهوة عايدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل جمهور برنامج يا كبدي يا ابني، انا جاي سريع بسرعة عشان خايف الضيوف يسمعوا الكلام اللي انا هقوله. يا جماعة انتظروا دلوقتي حلقة جامدة جدا في برنامج يا كبدي يا ابني، هنعمل حلقة مع راجل جزار بتاع لحمة جملي اوعى، الحاج صابر والحاج سعيد من امبابة، تحياتنا لكل اهل امبابة المحترمين. الحاج صابر بقى ده راجل برنس كده بالجلابية وشكله كده هيقطعها، بيمشي بكازلك في جيبه زي ما بيقول، او سكينة او حاجة، تمام. الراجل ده راجل جامد جدا، ومعاه الحاج طبعا اللي هو بقى اللي بيفضل يهديه، انا اتعمدت يجي معاه لان خفت عليها والله يعمل فيها حاجه. انتظروا الحاج صابر من امبابه والحاج سعيد انور، هنعمل دلوقتي حته مقلب جامد فيهم في العرشانه دي، وباذن الله هيضربوها ويعوروها. انا عايز اخرج من هنا يا جماعه، دم ايدي متعصى، دم دم، انتظرونا حالا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان في برنامجنا وبرنامجكم الجنه تحت اقدام الامهات. طبعا انتوا عارفين كلكم في الحلقات السابقه ان احنا في برنامج الجنه تحت اقدام الامهات بنركز دايما ان احنا نسعد كل ام، دايما بنركز ان احنا الام دي حاجه غاليه جدا يا جماعه. في برنامجنا طبعا اي ام بعد ما بتتجوز وبتخلف اولادها وتربيهم تبقى محتاجه انها تروح تزور سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تعمل عمره او حجه. فطبعا احنا في برنامجنا الجنه تحت اقدام الامهات بنركز دايما ان احنا على قد ما نقدر نسعد كل ام. النهارده في برنامجنا معانا ضيوفنا، هنرحب بيهم دلوقتي، بس قبل ما نرحب بيهم هنقول لكم ان طبعا عندكم الارقام في البرومو بتاع الحلقه، اي حد عايز يجتهد ويعمل حاجه كويسه لوالدته يتصل على الارقام اللي على الشاشه، وان شاء الله من الموضوع مش هيبقى كتير، 5 6 7 مرات، وان شاء الله ربنا يكرمه ويكسب عمره او حق العمره
مش هتفرق. احنا يا جماعه في البرنامج بنحاول دايما ما نجبرش حد على حاجه. في حد بيبقى عمل عمره قبل كده ومش عايز يروح بياخد حق العمره، في حد بيبقى مثلا راح مرتين ثلاثه وعايز يروح تاني بيسافر. المهم احنا في الاول وفي الاخر العمره او قيمه العمره السفر وكده. النهارده معانا في برنامجنا الجنه تحت اقدام الامهات الاستاذ صابر سعد، راجل جزار بس زي السكر. استاذ صابر سعد راجل جزار، عنده محل جزاره كبير لحمه جملي. احنا طبعا ما عندناش حته بقى اللي هو ده كده اعلان ده كده، لا احنا عندنا ان ربنا يرزق الناس كلها، وفي قناه الصحه والجمال بنحب الخير لكل الناس. معانا الاستاذ صابر سعد راجل جزار بس جزار على حق، ومعانا الاستاذ سعيد انور راجل موظف محترم منورنا في البرنامج. انتوا منورينا ومشرفينا وانا مبسوط جدا ان انتوا معانا النهارده، والف مبروك. الله يبارك فيك. يعني وهنرجع للحاجه صباح هبه بقى عبد العزيز معانا منورانا في الاستوديو. اهلا بيك يا حاجه، مبسوطين جدا والف مليون مبروك. هنتكلم بقى مع الاستاذ صابر ونتكلم مع الاستاذ سعيد. اهلا بيك ونورتونا. قولوا لنا بقى الموضوع جه ازاي. والله انا بنتي قدام التلفزيون كده فشافت البرنامج ده فاتصلت. اتصلت كم مره تقريبا؟ بتاع سبع مرات ست مرات يعني. الموضوع مش كتير يا جماعه، الاتصالات خمس ست سبع مرات في 15 قرش او 20 قرش، يعني الموضوع مش هيعدي ال 2 جنيه مصري. فردوا عليها فقالت لي مبروك يا بابا. وحصل النصيب. طيب لما عرفت، في طبعا معظم الناس يقول لك يا عم ده البرامج مش عارف ايه، ده البرنامج ممكن نتصل ما نكسبش، لما عرفت ايه اللي جه في بالك؟ لا والله يعني على اساس اللي احنا مثلا بيقولوا برنامج وفي حج وكده، مش معقول يكون ضحك. الحاجات دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. صح. طيب الاستاذ سعيد انور منور الدنيا. الله يكرمك. وانا مبسوط جدا بحضرتك، وش بشوش منورنا. الله يكرمك. قول لي بقى انت عرفت ازاي منه ولا الموضوع جه ازاي؟ والله هي من الفرحه واخد بالك، وبعدين الاتصال مبروك انتوا كسبتوا وتعالوا استلموا الجائزه. الموضوع كان فيه ذهول، موضوع فيه ذهول، لان في بعض برامج ما بتديكش، مفيش مصداقيه. صح. انما الناس دي تتصل بيك وتقول لك تعالى استلم جائزتك وعلى الهوا وتسلمك جائزتك كده قدام الناس، دي يعني دي حاجه محترمه جدا. احنا برضو مش بنتكلم يا جماعه على البرامج الاخرى، كل البرامج معظمها فيها مصداقيه، بس احنا بنتكلم على اللي في ايدينا دلوقتي. احنا برنامجنا والضيوف موجوده وهيكسبوا في اخر الحلقه مباشر قدامكم ان شاء الله. خلينا بقى نرجع ليك تاني ونتكلم عن قبل بقى موضوع الامر عن الجزاره. قول لي بقى انت حضرتك جزار انهي لحمه بالظبط؟ يعني لحمه جملي. لحمه جملي طبعا مصر كلها والوطن العربي عارف ان اللحمه الجملي افيد من اللحمه التانية لاسباب كتير هنعرفها من الحاج صابر. ايه بقى ليه اللحمه الجملي دايما يقولوا انها مفيده عن اللحمه التانية؟ طبعا الجمل الوحيد اللي ما بيشيلش مرض، لو شال مرض يموت. الجمل لو شال مرض يموت. فمعنى كده ان اي لحمه جملي مفيده. مفيده طبعا، لا عيان طبعا. ولا لا لا عنده، لا هو لو شال مرض في نفس الوقت بيموت. ما بيتعالجش. طب ايه احلى جزء موجود في الجمل، في اللحمه الجملي؟ قولها بقى الجملي للناس. طبعا شاشه اهي القناه الكاميرا طبعا احلى حاجه، هو كله حلو بس في حاجات معينه. في الاماريه والفليتو ده للطبيخ حاجه ممتازه قوي. الجزء في الجمل يا جماعه الاماريه والفليتو. الاماريه والفليتو دول اجزاء في الجمل بيقولوا بيستوي بسرعه ولحمه كويسه. ولما الكفته ام رز برده والكفته اللي على السياخ طبعا دي بنعملها من الرقبه بتاعه الجمل، لان بتمسك في السيخ. السيخ من رقبه الجمل على اساس لحمه تبقى خشنه، وهي لحمه طاهره يعني سبحان الله. يعني هو الجمل عموما من الحيوان يعني الحيوانات المحببه طبعا حتى من ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تاكلها وانت مطمن. طيب الحاج سعيد بقى ايه يعني انت بالنسبه بقى لموضوع اللحمه ايه؟ انت جاره طبعا. لا طبعا جاره. وبعدين اصدقاء معلم صابر ده عشره عمر والناس المحترمه جدا، ويكفي ان هو جابني معاه علشان ان انا استلم الجائزه اللي هو اللي هيستلمها في يوم مفترق زي يوم الجمعه دوت. فحاجه جميله ومشرفه، واخد بالك يعني برنامج فيه كل حاجه حلوه. انتوا نورتونا وشرفتونا وبجد، والحمد لله بالصدفه يا جماعه خدنا معلومه مفيده جدا ان اللحمه الجملي مفيده والجمل ما بيشيلش امراض. يعني مثلا في حاجات تانية يقول لك الحق قبل ما تموت بالسكينه واذبح، يبقى كده يعتبر لحمتها ما بتبقاش مفيده. فالحاج صابر بعرفكم ان اللحمه الجملي جمل ما بيشيلش مرض، يعني اشتري لحمه جملي وقلبك جامد. الفليت والاماريه بتستوي بسرعه، ورقبه الجمل حاجه في الجمل او رقبه الجمل للكفته عشان تمسك في السيخ.
تمام، دي معلومات بقى احنا بناخدها من حضرتك. لا والكبده الجملي قول لي بقى. طيب الجملي دي خطيره يعني. طب الدكاتره علت اسعارها جامد. يعني كل الانسان يروح يكشف يبقى عيان عنده كده يقول له كل كبده جملي. كبده جملي يكتب له في الروجيتا كبده جملي على اساس انها حاجه مفيده، فعلى السعر جامد قوي. تخلصوا الحلقه وكله يشتري كبده جملي. الكبده الجملي دي حلاوتها حاجه صابر يعني، وافيد ليها اللي انت تاكلها نيه. الكبده الجملي نية؟ بس مين اللي هيقدر يشرب شطه وليمون تاكلها؟ سبحان الله، يعني حاجه تانية بجد والله، حاجه مش معقوله. خلاص احنا نخلص الحلقه بقى وتديني. لا ده لو مصر شطاب الكبده تلاقي عند جزاره العنتبل الكبده. العنتبل يا جماعه ربنا يوفقها يا رب. الحاج صبح منورنا. هنرجع بقى للحاجه صباح هوبا. الحاجه صباح ايهاب من الصعيد. هوبا يا حاج هوب. معلش حاضر يا حاج حاضر. تعالى بقى نرجع من عند الكبده الجملي. معلش يا حاج حاضر أصلا جديد عليا اسم هوبا. أنا أعرف إيهاب هوبا. معرفش اسمه. يا سلام. معلش. معلش يا حاج حاجة عليا. معلش والله أنا آسف يعني ما أقصدش. يلا هنرجع من عنده وأنا بقول الكبدة الجملي. أنا عشان اسم هوبا غريب فأنا بقول نخليها صباح عبد العزيز على أساس الاسم يعني غريب. يا حاج أنا اسمي حاضر صباح هوبا عبد العزيز. حاضر يا حاج حاضر. يلا هنرجع من عندي كأني مخلص مع الأستاذ صبر والأستاذ سعيد والحاج. يلا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في برنامجنا الجنه تحت اقدام الامهات، وكنا بنتكلم مع الحاج صابر العنتبلي الجزار الجامد جدا، مع الحاج سعيد جار والراجل البشوشي المحترم. انا مبسوط والله منوريني في الاستوديو النهارده. وهنرجع الحاج صباح هوبا بقى عبد العزيز من الصعيد منورانا وجايه مشوار كبير عشان تستلم الجائزه بتاعه العمره او العمره اللي هي عايزاه. هنتكلم بقى معاها ونعرف منها الموضوع جه ازاي. اهلا بيك يا حاج صباح وشرفتينا ومنورتينا. الله يكرمك. الموضوع جه ازاي بقى حضرتك؟ انت حضرتك الاول عندك كام عيل؟ لا انا ما بخلفش. حضرتك ما بتخلفيش، ربنا يرزقك ويديك يا رب ان شاء الله ويعوضك في اخواتي خير وفي كل قرايبك. طيب قول لنا بقى الموضوع جه ازاي؟ حضرتك هو جوزي اتصل مرتين. وبعدين انا كان ليا ظروف خاصه كده فلقيت القناه اتصلوا قالوا طب تعالي يا حاجة. ثواني ما اعرفش. طب ليه ما قلتوليش اكتب؟ هو انت حضرتك كسبتي بس جاي عندك مشاكل؟ لا انا ما عنديش مشاكل. لا يعني في حالك حاجات انا هقولها. استاذ شكري. لا تقول ايه؟ ثواني يا حاج ثواني. ما انتوا ليه مش قلتوا لي اكتب؟ تكتب ايه؟ ثواني يا حاج عشان انت احنا بنكرمك عشان انت كنت حاجه وتوبتي صح؟ طب ده ما يخصش حد. لا ما يخصش ده ثواني. ما هم بيقولوا للمخرج اهو بص بيقول له. طب سواني. ما هو ده ما يخصش حد. انا عارف هي كانت عليها حاجات وتابت. فاحنا بنكرمها انها تابت، فاحنا بنعرف بس ده. فافهميني بس، افهمي وجهه نظري وبعد كده اللي حضرتك عايزاه نعمله، تمام؟ هما دلوقتي بيقولوا لي في الاعداد عشان الاعداد اتاخر، انا كاتب على اساس فكرتك زيك زيهم، متسابقه يعني، ما جاش في بالي ان انت بتتكرمي عشان انت كنت مسجونه وكان عليكي مشاكل وكده، فهمتيني؟ فمعلش هنقدمك بقى تاني بحقيقتك. يعني ايه بحقيقتك؟ بحقيقة حضرتك ان انت بحقيقة الظروف يا حاج الصباح. حقيقة الظروف يعني مثلا انا انت مريتي بظروف صعبه فبتحكيها، فهو البرنامج. لا انا ما بحكيش. ما ايوه هو انا ما بحكيش وانتوا مش جايبيني على اساس ده. لا ما انت جاي على اساس ده يا حاج. لا بتقول لك لا. لا بقول لك جاي على اساس ده. لا ما حصلش. استاذ شكر اتكلم بقى حضرتك، افتح البايك وكلمها عشان تقتنع. صباح يا صباح منك لله يا صباح سامع المخرج؟ الصوت واطي مش هتسمع. معلي صوت شويه يا استاذ شكر. سامعاني كده يا حاجة؟ دلوقتي كتير او برامج في ناس بيبقى عندها مشاكل وبتطلع تتكلم عن ان الحمد لله ربنا تابع ليها، ده شيء عادي. بس ما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه راحت وخلصت. ما يا اخي احنا بنكرمك عشان خلصت. عشان كده وبعدين راحت وخلصت، ده معناه ان احنا نقول للناس رساله محترمه ان الواحد لما يبقى ماشي في طريق غلط جاله حاجه خير ويرجع ويتوب، ده شيء كويس. يلا رساله يعني. يلا عشان انا وقتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كاني لسه مخلص. بسم الله. يلا
ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج الجنه تحت اقدام الامهات، ولسه مخلصين الكلام عن الكبده الجملي مع الحاج صابر العنتابلي والحاج سعيد اللي منورنا، وهنرجع تاني للحاج صباح حب بقى عبد العزيز اللي منورانا من الصعيد، جت منورانا وبنعرف كل الناس ان اللي بيعمل ذنب وبيتوب ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبه. الحاج صباح حب بقى عبد العزيز كانت تاجره مخدرات وكانت مسجونه وخرجت الحمد لله والبرنامج بيكرمها، وكانت من ست سنين من 16 سنة كانت رقاصة في شارع الهرم. ايه ده بقى؟ هو ده كمان المفروض ان هو يتقال؟ انا بصي انا السماعة اهي وبسمع وتقال. لا معلش، ما انت حضرتك هتاخد 20,000 على اساس ايه؟ دول كذبوا. يعني ايه 20؟ انا ما جيتش قلت لكم انا عايزة فلوس. امال انت عايز ايه؟ ما جيتش قلت لكم انا عايزة اجي اصلا في برنامجكم. في حد فهمها، انت توبتي مش انت عملت ذنب وتوبتي؟ ده بيكرموك يا لا ده جت في برامج قبل كده بيكرموك. يا حاج في فرق بين التكريم وفي فرق بين قلة القيمة. دي مش قله قيمه. لا قله قيمه ما لازم يعرفوا اللي انت مثلا كنت كذا والحمد لله بقيتي 100 100. يا سيدي انا هو بيقول ايه؟ بيقول عشان خاطر احنا انت توبتي ومش توبتي. ايوه اللي فات هم مالهم بيه؟ لا امال انت هتاخد تكسب ليه يا حاجه؟ يا حاجه اللي فات ده هيجي ازاي؟ الحقيقه بتاعتك الحقيقه ان انت كنت رقاصه وكنت تاجره مخدرات وكنت ما تتكلم عدل. طيب ما انا كلامي عدل الملعب يا سلام. الله امال انت حضرتك بتتكلم زي البني ادمين. طب ثواني بص، ده راجل جزار قولي اه. طب بالراحه يا حاج احنا مش بنزعق بالراحه. وده راجل موظف امين. الناس دي جايه عشان كذبت وراح عمره او هتاخد حق العمره. انت حضرتك جيتي في برامج قبل كده واتشافتي يا سلام. يعني ما هتتقارني بالناس دي؟ انت شايفه يعني كده؟ يعني اقارن بالناس مش اقصد يا حاجه كلنا اولاد تسعة وكلنا اخوات، اقصد ان ده راجل مش عليه سوابق. فاهم يا عم حاج صباح؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وحيد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من اللي هيقوله، هو عايز يبين للناس البرنامج اللي هو عامله ان الحاجه صباح والدتنا كلنا وعلى دماغنا اختنا الكبيره واخده بالك مرت بظروف صعبه. خدي بالك من الكلام يا حاج صباح. بص يا حاج اتفضلي بالراحه. هو دلوقتي لما جه بيتكلم على موضوع السجن انا اتكلمت؟ لا يا حاج. لكن حاجه بقى خلصت من سنين عمر اتفضلي يتكلم فيها ليه؟ بص يا حاج صباح، هو عايز يبين للمشاهد ثواني يا ربنا كرمك وتوبتي. انت كده هتشوه الناس. انا لو بتحج يعني ايه اشوه الناس؟ ما تتكلم عدل يا راجل. حاضر ما تخليك محتار. حاضر يا ست حقك عليا. انا قصدي ان دول مش عليهم حاجه. يعني ايه مش عليهم حاجه؟ خلاص بقيتوا خلاص كلكم بتصلوا على السجاجيد. حاجه صباح حاجه صباح صلى على النبي. ما انا قلت لك بقى انت راح تزور عند الحبيب. فهمت الكلام غلط. خدي بالك انت فاهم انا اقصد ايه؟ يعني لو جت معاكم في البرنامج وانا ما اقولش انها وانها وانها هيقولوا في قاعده واحده بكلهم حراميه. ده قصدي. سيبك من الدنيا والناس. شاديه الممثله دي كان تاريخها ايه؟ وفي الاخر واخد بالك راحت كلنا هنروح عند الرسول كده وتقعد الفاتحه وتقعد. يعني هو دلوقتي معلش لا مؤاخذه، اتفضل يا حبيبي، ينفع ان انا اجيب مثلا واحده زي شاديه الله يرحمها ديت واجي اقول اصلها كانت بتتعرى؟ ما هو بيجوا ينفع بس 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 تعالى تعالى. لا انت كده هتخش تلخبطي بقى في الفنانين. قالوا على لا مالناش دعوه عشان ما يحصلش حاجه. ما حدش بيقول بس كده. استاذ سعيد عشان خاطر لا ما تقنعهاش مش عاجبها تمشي. معلش مش عاجبك امشي يا حاج، انت كده هتعطلينا. ما تتكلم عادي. هو ايه انا جاي اخد حاجه من جيبك يا حاج؟ انت زي والدتي وانا راجل فنان وعيب ان انا ارد عليك. يعني ايه راجل فنان؟ يعني الفنان يتكلم عادي؟ طب ازعق ايه؟ هو بيتكلم شغله يا امي، ده شغله. ما تستهدي بالله. لا 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 الله. الناس دي بتعمل معاكي واجب اللي انت نفسك تروحي تزوري الحبيب يا حاجه صباح. يا حاج انا ما قلتش لا. سيبك من الدنيا. انا ما قلتش لا، بس ما يجيش يقول لك اصلها كانت رقاصه. مش انت كنت رقاصه؟ يخصوا في ايه؟ انا بكذب. مش الاعداد يخصوا في ايه؟ كانت في برامج. يعني كانت رقاصه في شارع الهرم. انت الحمد لله ولله الحمد. بصي بسم الله ما شاء الله. وهيوصلوكي المكان اللي بقى خلاص يعني اللي نفسك توصليه. وبعدين انت ما بتخلفش يعني حاجه خير ليكي يا حاجه؟ ده انت بتقولي ما بخلفش. وايه يعني ما بخلفش؟ ايه انت كمان وصلت؟ لا يعني حاجه خير ليك. خير ليكي يا حاجه صباح. هتقعد تفهمني غلط ليه يا حاجه؟ انت هتعطلينا يا حاجه صباح. خير ليكي، ما تضيعيش الخير اللي جايلك. انت هتقعدي مع الراجل ده 5 دقايق يا ستي. انا هجرس فيهم نفسي عشان لا العفو العفو. لما بقول لك العفو، انت اختنا الكبيره او والدتك وعلى دماغنا كمان وعلى دماغنا من فوق. ده ما بينقص هو ما وانت يعني اول ما اسف في اللفظ عشان مش غلط، اول ما تشتغل رقاصه لا العفو. ما كلهم ناس فنانين مش كل الناس بتفهم كده يا حاج. لا يما
لا كل الناس بتفهم كده. انت مالكش دعوه بالناس، انت طالعه بتربينا، مالكش دعوه بالناس، كلهم ناس فنانين وناس محترمه. انت طالعه بتربينا والله، انت طالعه الفن ده بتخش له معهد وليه ثقافات. بص الناس الافاضل فهموك اهو، يلا عشان وقتنا معانا ناس كتير، يلا عشان وقتنا. قول يا رب طالما انت طالعه بيت ربنا استحملي بقى، ربنا يكتبها لك. انت جايه بنيه سليمه خلاص، يلا توكل على الله. معلش تروحي كده، يلا يا استاذ شكري، يلا هنرجع من عند فريدي وشك بقى كده. يلا احنا كل ما نقول اللحمه الجبل للفيديو تتخيل رجعت تاني. ده انا اشهرت قوي عليك، انا اشهرت معاكي. اختنا الكبيره ده اخوكي، ده اخوكي يا حاجة صباح. ساعة ما جيت هو عمال يتنقوز على اسمي وبعد كده هو عمال لو على راسي انا كمان. الله يكرمك يا حاج، انت اختنا الكبيره يا حاجة صباح ووالدتنا في مقام والدتنا، وده يشرفنا. الله يكرمك، نتشرف والله يا حاجة، ما تقوليش كده والله، والله العظيم كلنا بنقولك نتشرف بيكي. الله يسعدك يا رب ويديك الصحة، يلا يجعل لك في كل خطوه سلامه. انت احسن والراجل ده برضه 10 على 10، انت احسن من اي حد النهارده، احسن من اللي بيصلي على السجاده. انا مش عارف ايه اصلا متضايقه مني اللي انا عملته. هو عايز يخدمك، هو بيخدمك وبيوري الناس. يعني انت مثلا وربنا كرمك وتوبتي وراح تحج بيت ربنا، ما جال شغله في البرنامج. لازم اقول لك انا بقى في ايه تاني. يعني انا جيت قلت لهم انا مش قادر اجي علشان خاطر انا عندي ازمه في صدري. ما يقدرش يبعتوا لك ولا بتاع، لازم تيجي البرنامج حضرتك. طب ما حضرتك جاي اهو من غير واحده ست، وانت مالك ومال مراته؟ يلا لا، لان انا اللي جاي كسبان. هو اللي فايز، هو اللي كسبان، هو اللي كسبان. انت مالك ومال مراته؟ اه يعني مش مرات حضرتك؟ لا مش مراته، هو اللي كسبان. اصل هو البرنامج واحده، يعني المفروض ان هو نتوكل على الله ونقول يا رب خليهم يشوفوا. يلا ساعد الاستاذ حسام بقى، ابو عيل الاستاذ حسام راجل محترم والله. في ناس بره اقسم بالله. توكل على الله يا باشا، توكل على الله، توكلوا على الله. كبده الجمل. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما كنا بنتكلم على الكبده الجملي. ما هنعمل ايه بقى، دي رابع مره نرجع للكبده الجملي مع الحاج صالح. كبده كبده جملي في الشهر قوي. مع الحاج صابر اللي منورنا وبنقوله رمضان كريم، هو والحاج سعيد الراجل البشوش اللي زي العسل. بجد انتوا شرف لاي برنامج والله. وهنرجع للحاجه صباح وهنتكلم عن تاريخها طبعا بعد اذنها. الحاجه صباح طبعا يا جماعه كانت رقاصه، ورقاصه محترفه جدا تمام، في شارع الهرم. تابت عن الرقص واتسجنت تمام، وخرجت من السجن 13 سنة مسجونة تمام. وكانت مشهورة في السجن، الإعداد بيقول لي بصباح مناخيرها وجعها. مش انت بتسوي من الستوب؟ صباح يا صباح منك لله يا صباح، يا نهارك تفاح. الحمد لله. طب ده ينفع؟ الحمد لله. طب ده ينفع؟ انا عامل ايه؟ طب ده ينفع؟ لا مشكله والله يا حاج. طب ده ينفع بقى؟ يعني دي زعلت منها. ما تتكلم بقى يا راجل يا طيب يا اللي بتتكلم. والله يا حاج انا ببلغ الاعداد ده. انا بقول ايه 13 سنه. طب انا مشهور، انا مشهور بجزاره العنتبلي. ليك الجنه. انا مشهور بجزاره العنتبلي ورب الكعبه. ليك 13 سنه. ينفع بقى الكلام ده؟ لا والله يا حاج. طب ينفع بقى الكلام ده؟ لا والله. لا بس هو بقول لك ايه، والله يا حاج صباح انت ست محترمه. ما يرضيكوا بقى. لازم يقول يا ام في البرنامج. يعني ايه لازم يقول في البرنامج؟ هما مالو؟ هما مالو؟ حقك عليا يا ماما. يخصهم في ايه طيب؟ بس كده 100 100. انا ما قصدتش ولا ذنب يا جماعه. اتفضل. معلش والله. كده تسوى الدنيا بوستك فوق دماغه دي، الله يبارك له. خلاص. يلا بقى مساعد معك. يلا بقى استاذ توكل على الله عشان برضه ورانا مشاغل وكده. ان شاء الله ربنا يجعلك. لازم اقول كده، ما مش عارف. معلش. هي كده حاجه صباح. معلش دمعتك دي غاليه عندنا والله. وقام بس على دماغك. وانت شيء بيشرفنا ان احنا نقول لك يا ماما. انت بتقول انت ما خلفتيش احنا كلنا احنا اولادك. خلاص اخواتك وعلى احنا اولادك واخواتك. اعتبري دلوقتي انت مش قاعده قدام حد غريب. ده هو عايز بيشرف البرنامج اللي هو دلوقتي بيذيعه، واخد بالك؟ بان معاه واحده تايبه بتتوب وتابت وحاجه يعني جميله، حاجه يعني بيقدم نموذج مشرف دون عننا احنا اللي قاعدين كده. انت سمعتيها الكلمه وزعلت خلاص مننا بقى. عدت الكلمه خلاص. يلا توكل على الله. انت احسن مننا. طب انت يا حاجه دلوقتي حضرتك عيطت واتجرحتي ان انا بقول رقاصه، وانت فعلا مش كنت رقاصه؟ يخصك؟ لا ده لازم يقوله. لا انا ثواني. طيب لا يخصك انت عمال بقى. طب ثواني. لا انا مش بتريق. لا 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 والله العظيم انا على ايه؟ على ايه؟ ما هو كسو داير على البلد كلها. طب ثواني يا حاج. على ايه بقى؟ طب ثواني، لما جيتي في البرامج التانية ليه يا حاجه كنت متقبله الكلام وكنت مبسوطه، دلوقتي جاي عندنا احنا على علشان خاطر كنت ماشيه في الغلط وكان لازم اتحاسب. تتحاسب؟ طب ما احنا يا حاجه برضه فجيتي في برامج قبل كده وكنت كانوا بيقولوا الكلام ده وبيتكلموا عنك وكنت فرحان. لا ما كانوش بيحضروا يتنقوا. لا كان انا مش بتنقوا. ما كانوش بيحضروا يتنقوا ويتنقوروا. لا يا حاجه خاطر ربنا يا حاجه، لو انت رايحه على بيت ربنا نهدى شويه.
يلا يلا يا جماعه قول لا اله الا الله بقى محمد رسول الله مش عشان خاطرنا احنا عشان خاطر ربنا كبيره دي لما واحد يقول لك كده خلاص توكل على الله يا استاذ ماشي بسم الله الكبده الجملي لا كفايه بقى الكبده الجملي دي جايبه قلق تاني لا 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 خلي البرنامج لا 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 هنقول بس من عند ما اتكلمنا عن رمضان بس انا كل ما اقول كبده جملي الحاجه تعيط بس لا انا مش هبيع كبده تاني عشان ما تزعليش يابا اتحكي بقى كده والنبي تتحكي كده وتفرفش انا حلفتك بالنبي تتحكي كده وقول يا رب كده يا رب ربنا يكتب يا رب يكتبها لك يا رب يا رب يا رب جلاله يا رب يا رب امين يا رب ويجعلك من التوابين انت يا حاج عايز اقول لك على حاجه معلش قبل ما نبدا هو انا مثلا انت من ساعه ما دخلت وانت حاسس ان انت كراء يعني متضايقه مني هو انا عملت فيك معلش بس هي برضو ايه يعني يعني زعلانه مني ليه عايز هي قصدها انت لا مش على الكلام لا هي انا حاسس انها يعني بص يا حاجه صباح مش هضماني حاجه صباح انا مش هضمان مش هضمان حاجه صباح اقول لك ليه انا عملت فيك ايه اقول لك ليه بقى يلا ممكن سؤال اتفضلي هو احنا مش كلنا جايين البرنامج زي بعض ايوه معلش لا مؤاخذه يعني اتفضلي انتوا جايين كسبانين وبتاع لكن ينفع ان انا اقول لا انا عايز اصور مع الناس ديت ايه الست ديت اللي انتوا جايبينها لي لا والله لا يا حاجه هو قال كده اه بره لا انا بره قلت لا ثواني يبقى انت اتصنتي بقى خدوا بالكم لا يبقى انت مش لا ايه الست اللي انتوا جايبينها لي ما حصلش طب ممكن ينفع طب ممكن ما حصلش يبقى دموع دي دموع تمسيح بقى مش لا والله والله دموع تمسيح انت كدابه بقى كده لا انت اللي كداب انت راجل كداب انا قلت لا ثواني ثواني انت راجل كداب ثواني بص الدموع بص الدموع على بيتك انت راجل كداب ومنافق طيب شكرا شكرا انا بقول الراجل الناس اللي جايين دول ناس افاضل وجايين من بدري عايزين نخلصهم بسرعه ندخلهم في الحلقه الكبيرة. الاول ثواني وقلت دخلوا الست الاكبر سنا أيوة الاكبر سنا اقسم بالله الست التعبانه الاكبر سنا هنا قالوا في ست تعبانه جوه مش قادره تقول راح جايب جايبك هاتها تمام والله في غيابك والله لكن انا ما اعرفهمش عشان اقول مش عارفين والله يا حاج صباح كنت بتوصي عليهم كنت بوصي عليهم عشان هم ممكن نتوكل على الله ورانا مشاغل والله يا امي استاذ سعيد انا اول مره اعرف حضرتك ولا لا لا والله انا اول مره اول مره اشوف حضرتك اول مره اكسب إيه اول مره يشرفني عيب يا حاج انت كده حد برنامج يشك فيا يقول جاب الناس يقسم معاهم واقولها في البرنامج الله يكرمك الله يكرمك يا ابني الله يكرمك واقولها لو انت عايز بقول لك شرف الله يكرمك واديك الصحه احنا عيالك وكده والراجل بس على دماغك عشان خاطر ربنا 13 سنه لما واحد يقول لك عشان خاطر ربنا دي كبيره لا لا كبيره يا امي يلا اتوكل على الله استاذ لا استاذ انت على فكره سببت لي مشكله انت حته بتعرفه مش تعرفه اه والله العظيم تمام لسه دلوقتي بقول انت تعرف الناس قلت لهم ما اعرفش حد عيب اقسم بالله ما يعرفش انا بقول لك عيب خلاص يا حاجه صباح احنا ناس بنلعب بالملايين ما تشككيش القناه فينا حاجه صباح خلاص يا امي نتوكل على الله ما تتكلمش معايا النوع ده ما تجيش بالذوق عشان خاطر ما تحترم نفسك لا والله عايز تحترم نفسك النهارده انت شاكك فيا في القناه النهارده ضفنا النهارده ضفنا مشكله كنت بتعيط دلوقتي بتشتمني ليه بشتمك كنت بتعيط دلوقتي وصبر عليك ما تستاهل ما برادر ما بحترمش نفسي يا ماما عيب كده يا ماما عيب كده اتكلموا بقى انتوا ما بتحترمش نفسه يا ماما اقسمت بالله احنا ما نعرفه الا هنا انت مش معتبرنا ايه ده في ايه يا عم هو انا دلوقتي لما بتكلم اعرفهم مش اعرفهم بقى اللي ادبي عليه احنا مش احنا اللي قاعدين جنبك دول ايه مش بني ادمين طبعا طب ما خلاص يا ام استحملي يا ام ما بني ادمين ومحترمين لكن لو هو بيتكلم والله هو راجل والله بيعز وانا انا سؤال واحد لو بيتكلم معاك بنفس الاسلوب وقال لك الحاجه كده مش مصري لو بيتكلم معاك بنفس الاسلوب صل على النبي لو انا جيت في برنامج قبل كده وعارف ظروفي كان قالها برضه جت في ثلاث برامج كان قالها لي رقاصه وتاجره مخدرات وحراميه وكل حاجه ما تجيش تعملي علينا شريفة يا حاجة لا انا شريفة غصب عني طب وعن اللي جايبين طب ما تغلطيش اوعي تغلطي انت زي والدتي مش عايزة والله عايزة اتعامل معاك معاملة وحشة لا انت كده صعبة ايه شريف لا كده صعبة شريف طب لما انت شريفة كنت بترقصي ليه وانت مالك وانا مالي ما انت بتغني ليه قلبت اهي قلبت على الوش التاني اهو الوش اللي انت عمال تقول عليه طيب وانا مالي بتقولي ليه اعرفهم عيب شككت القناة فيا عيب شككت القناة فيا انا ما اعرفهمش والله عيب العيب لا معيب الا العيب معيب الا العيب يا حاج ايه ده يا حاج انت مشكله يا حاج لا 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 تعالى يا حاج انت مشكله ايه مشكله مالي يعني بقى عشان بتكلم في حقي عمالين نقول للناس يقول لك اتكلمي بالراحه وحقك عليك اتكلمي مع الراجل بقى ده مالك اتكلمي معاه بقى ده مالك يا حاجه صباح خصك فين محروق عليه ليه محروق عليه محروق عليه ليه انت اللي جايبه شفت الكلام مش على انت اللي جايبه يا امي احنا بقى لنا ساعه نقول لك عشان خاطرنا وحقك علينا واحنا عيالك وانت مشكله بالصراحه مشكلة مشكلة كل الناس دي بتقولك انت عيال احنا عيالنا وكده وبس على دماغك الراجل في ايه رد انت طيب على اللي بيحصل ايه اللي بيحصل رد على اللي بيحصل ده كده فيها انا كده
فيها عبدو كده فيها إنا كده فيها عبدو. يا حاج يا حاج صباح صل على الرسول. استاذ سعيد عليه الصلاه والسلام احنا معانا وقت. طب ما انا بتكلم في المتبل ما اقعد استاذ سعيد. اقعد يلا علم في المتبل. بص يا حاج بعد الحلقه بعد الحلقه يا ام اتكلمي انت مش مشكله بعد الحلقه بتكلمي. حسك عينك عنت تقولي اعرف هتعامل معاك معامله قذره. ما قذرة مش هتبقى. لا ما تقوليش اعرفها عنك انا ما اعرفهمش. انا اعرفك يا صابر اقسم بالله. هو قال لي انا تاجر جزار احمد جامل اللي بتكلم على اساس انه قال والاستاذ ما اعرفهوش. والله يا ايه ده ايه ده ايه الشغل ده ايه الاسلوب ده الشغل ده يا معلم. يعني ايه الشغل ده؟ يعني الناس خلاص مش هتقدر. ايه هو انتوا عشان متفقين مع بعض ولا ايه؟ ايه قلة الأدب دي؟ بس بس والله العظيم اديك من رجلي في وشك. بس تدي مين من رجلي يا راجل يا ناقص؟ يعني يابا بص ده هتشكك القناة فيا كده. انت هتعمل لي مشكلة. ده انت اتجننت باين عليك. انا اللي اتجننت والله العظيم. ما انت ماشي اتجننت اعرفهم. طب خيرها مع بعض. احنا والله العظيم ما انت ماشي. انت خليك يا امي. انا حلفت بالله احنا سايبين لك البرنامج ومشينا. لا هي اللي تمشي. انت مش هتمشي. انت اللي تمشي. انا اللي امشي والله العظيم ما يمشي. اه طبعا ما انت مش عايز يمشي. بص بص الكلام. امال ايه؟ مش انت اللي جايبه برضو؟ انا اللي جايبه برضو يا عم صاحبي. انت خساره الواحد يقول لك يا امي. خساره. اه والله خساره. والله خساره. خساره عشان انت وليها شكاكه. شايف ايه ده؟ شايف اللي معاك بيقول ايه؟ نعم نعم. استاذ صابر استاذ صابر احنا معانا وقت. ايه ده معانا وقت. بعد اذنك اقعدي مكاني. يلا اقعدي يا استاذ مكانك يا استاذ حسام. نعم احنا ما سجلناش غير دقيقتين. محدش يا استاذ شكري محدش في القناه يقول تعرفهم ما تعرفهمش. لو قلتوا الكلام ده تاني هسيب البرنامج وامشي هديهم جايزتهم من جيبي. عيب يا عم. مش هتصدقوا واحده جاهله زي دي. جالا جالا احسن مني. ايوه احسن مني. ليه شككت الناس فيا؟ يا سلام. يقول عليا باسم عيب. اه يقولوا عليه يا حاج. اقسمنا بالله ما نعرفه. انا اعرفك يا عم صابر. اقسمنا بالله انا اعرفك. حرام عليك. امال انت طالعه تحج بتربنا ازاي؟ استاذ حسام في التلفزيون. اسمع حج بتربنا اسمع اسمع اسمع. انت تعرفني في التلفزيون يا استاذ؟ اه ماشي. راجل مطرب مغني. مطرب مغني شخصيا؟ لا يا بيه والله العظيم اول مره اتشرف بيك هنا. وحياه عيالي ما عربين ما نعرفه. ورب الكعبه بلاش بقى اللي انت بتعمليه ده. بعد الشهر خلي بالك دول من امبابه معلمين. يعني ايه من امبابه؟ يعني معلمين. يعني اللي بيغلط بيدوسوه. مين ده؟ انا دوس بلد مزيان. بص بقول لهم بابا بتقول دوس بلد. بتعالي صوتك ليه؟ انت انس ولا جن؟ انس ولا جن؟ يا حاج ده صباح. انس ولا جن؟ انس ولا جن؟ ايوه ايه ده؟ ايه صوتك عالي ليه؟ حلو حلو. وطي صوتك عشان نعرف نسجل. اه انا بحط صوت وانا اعرف اغني؟ لا والله. خلاص يا حاجه صباح بقى مستنيك. والله نطلب لك الامن يحبسك. كلمه انت ما اتفضل يا استاذ حسام. تحبس مني يا ابو حاج. ايوه فوق نفسك انت وعدك. تحبس مني يا ابو حاج. مشكله دي مشكله. حاجة دي حاجة. لا انسان طويل. خليك راجل محترم. خلاص يا حاج حسام. ادي اللي كاتبه تعيط. يا حاج صباح بقى كفايه يا استاذ حسام. خلص عشان نسجل. يا حاج صباح عايزين توقع برامج. الله يبارك استاذ نصر. لو قالت اي لفظ من اللي بتقوله تعرفهم بتقسي معاهم الكلام ده انا هزعل. يا استاذ حسام عايزين نسجل. خلاص مش عايز صوت. استغفر الله العظيم يا رب. كنت جاي بالحسن وبالحب وكنت هتاخد جايزتك وبالحب. في ايه يا حاجه صباح؟ الله يبارك. كرهت الناس فيك يا حاجه صباح. خلاص كرهت الناس من جيبك. خلاص من جيبي انا قلت من جيبي. انا قلت جبت سيره انه من جيبي. معلش يا عم عشان ما نتكلمش معاك بقى ونقول لك تعرف. يا حبيبتي خلاص الله يبارك لك ويهدي لك. انا اول مره اشوفهم في البرنامج. اللي اقول له هقول للمخ. انا اول مره اشوفكم في البرنامج. اقسم بالله اول مره نشوفه. دي ست عكاكه في الكلام. والله حاجة. والله يا حاجة صباح بقى. أصل أنا سمعت بره بتقول لهم ومش بتقول لهم. بقول لهم إيه؟ حاجة صباح خلاص بقى يا ست. عمالة بتفتونا عشان إحنا رجالة مش هنعرف. وأنا بقوم لك وبقول لك وأبوس دماغك. والراجل بس دماغك. والراجل عمال يقول لك معلش. أنت والدتي وتشرفيني. حاضر. ينفع يبقى كده يعني جاي بقى. وهو ينفع قلة أدبه دي؟ أنا ابنك الصغير وأنت أختنا الكبيرة. ولا أديكي بالجزمة؟ لا ما قلتش أديكي بالجزمة. لا ما قلتش أديكي بالجزمة. ما قالش بالجزمة يا أمي. يا حاج صباح والله ما قال. عشان الناس اللي واقفة دي. بصي الناس دي كلها عشان ما ينفعش. يا عم الحاج هو يحترم نفسه. انا ابقى خلاص يا حاج كتر خيرك. معلش يا استاذ حسام. طب يا ست انا اللي غلطت فيك وحقك. احنا اللي غلطانين يا ست. ماشي حاضر. الله يبارك لك. الله يبارك لك. وبعدين هو المخرج بيقول له كذا كذا انا اسف ده شيء انا اللي هيقوله ليه هقوله. معلش يا حاج هو بيقدم شغله. يلا حاج صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا توكلوا على الله ونعم. خلاص يا ست ده اتكلم في كل حاجه تخصها. ودخل وخلاص ومشي وخلاص. كل حاجه تخصها اتكلم فيها. يلا حاج صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلوا على الله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج الجنه تحت اقدام الامهات
مع الحاج صابر اللي منور الدنيا جزار العتاملي بطل يعني الحاج سعيد الرجل البشوش المحترم بجد راجل ونعم الاخلاق والله بامانه دول يستاهلوا الدنيا كلها والحاجه صباح اختنا اللي على راسنا من فوق اللي مشرفانا في الاستوديو والحاجه صباح جت لنا وكانت ندمانه طبعا على اللي اتعمل والحمد لله ربنا كرمها وهتطلع معانا عمره او تاخد حساب العمره اللي هي عايزاه والحاجه صباح طبعا هي طبعا انتوا عارفينها جت في برامج قبل كده وعارفين هي كانت ايه بس هي الحمد لله دلوقتي زي الفل تمام معاها كشك وبقت زي الفل الحاجه صباح كانت رقاصه في شارع الهرب حوالي 8 سنين او 6 سنين تمام وبعد كده اتسجنت تمام 13 سنه قعدت في السجن مدة 13 سنة وبعد ال 13 سنة تجرت في المخدرات وبانجو كانت مشهورة بصباح مناخيرها وجعاها اهو اتفرج بقى ايه رأيك بقى ومتقلمني امانا ان انا بتكلم هي كلمة الكلمة تضحك صح بقولك الكلمة تضحك معلش 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 يا امي انا بقول لك يا امي لو هو بقى بيعمل شغله معلش يا امي معلش هيتريق على الناس والنبي يا استاذ حسام خد بالك منها خد بالك منها الله يبارك لا ما استحمل الاهانه دي معلش انت ترضاها يا حاج امال جايه ليه معلش لما انت بتحملش جايه ليه يعني ايه جايه ليه ايوه جايه ليه يعني ايه جايه ليه وانا هنا حاجه من جايه احنا مش هتجيب الحته اللي انا اتحط فيها مش هتجيبها مش هتيجي انا بص المهم ان انا نرفزك ولا ادب عليك لا ده هو عايز يكرمك حتى لو مش هجيبها يا حاجه صباح وقعد انت متضايقه مني ليه يا حاجه انا عملت فيك حاجه تعالى متضايقه مني ليه حسبي الله ونعم الوكيل متضايقه مني ليه انا عملت فيك ايه عملت فيك ايه عملت فيك ايه عملت فيا ايه عملت فيك ايه قول عملت فيك انت متضايقه مني ايه ما انت جاي عملت ولس مع الناس كلها في ايه بص يا حاجه اسمعنا انا ولس انا اعرفك يا حاجه صباح بقى انا مش هتكلم تاني عيب كده احنا ويا انا يا ريتني ما كنت جيت والله سبت شغلي وربنا هو انا جايين نقوم ونقعد يا جدعان اقعد يا ناس خلاص يا ام خلاص اللي بيقول له ستوب يا حاجه صباح يا حاجه الضحك مش هيجي والله ما هيجي اقعد اضحك عليكي واتناوز عليكي بيني وبينك لكن قدام الناس انا الراجل كويس الكمل كمل حاجه صباح كمل الناس المحترمه يلا يا حاجه يلا الناس المحترمه دي يلا يعني ايه الناس المحترمه ايوه ناس محترمه انا غلطت ان انا دخلتك مع الناس الاشراف دي خلاص بقى والله العظيم غلطت قول لي انت بقى انا والله العظيم ما كنت انت احسن مننا والله ما كنت بقى يا حاج رد عليه عشان ما ردش بقول له بقول له انت احسن لا 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 تخرج انا هصور مع عم صبر وعم سعيد لوحدهم ايه رايك بقى يا حاج رب يا حاج ايه رايك يا حاج ما ترد انت يا حاج ما احنا عمالين نقول لك معلش وحقك عليا هو انا يتقال لي معلش وهو عاجبك كلامه ما هو كلام لازم يقوله يا امي يعني ايه كلامه لازم يقوله لازم يتقال يعني انا جزرت العنتبلي دي انا زعلت منها زعل من العنتبلي انا زعلت منها يا حاج ده اسمك او لقبك ده ما يخصنيش لا انا عصب مفروع مررت منها عشان انا كلامي غلط يا حاج صباح قالت مالس معايا مالس ده شغلك 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 ايه يا ابو شغل يا امي اقعدي يا امي مالس مع مين ده اسيادك بس اسيادي اسياد مين يا راجل يا مؤاخذة انا بقول لك يا راجل يا مؤاخذة او ده بتاع مؤاخذة اسيادك انت اسياد انت هترداح ولا اسيادك انت هترداح كسبتهم على دماغك انت على دماغك انا راضي انا راضي صباح يا صباح منك لله يا صباح يا اللي هاريك تفاح اقعدي ده بنتي دي ده انا هديها علقه في البيت والله هي اللي جابت لي كده بنتي اقسم بالله هي اللي جابت لي كده الواحد الله يبارك لك ده نهار ازرق دي ده مروه والله نهار ازرق والله بنتي دي نهار ازرق جمعه يا حاجه خلاص هي اللي جابتني هنا لما اجي اهزقك اقعد اضحك عليك اتنور عليك اتنور عليك كلمه ورد غطاها عشان انت خلقتيني يعني ايه خلقتك يعني هو جاي ولا ايه هو جايبك ايه تتوزني ولا ايه جايبني برضو شفت الكلام يا حاجه صباح شفت الكلام هو لازم يكون وش مبتسم وهو بيتكلم تعرف لو اعرف منطقتك لاجي لك وما اخليك دقيقه بس لا لازم راجل لا 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 اقسم بالله والمصحف في وجعك انت مره مش كويسه مين ده اقسم بالله لا والله والله لو ما حرام لمد ايدي عليك مين ده بس ما انت على عشره زيك خلاص يا حاجه خلاص كيف واطلع الحقيقه ما هو قاعد يتنور يعني يجيبك في البرنامج وانت كنت محبوسه انت قلت كانت في الجامعه لا والنبي لا والنبي هو انا بجد والله بص بتعمل لك ازاي والله العظيم ما كويس رقاصة احسن منك فشرت اوعى تقولي كده ده جزمته برقبتك جزمته برقبتك وعايز الجلال اللي انا قلت تشتمي عليه تاني انت حر لا تشتمني انا ما تشتمش عليك لا والله ما انت ماشي والله العظيم ما هو ماشي ما مقفول يلا حاج سعيد والله العظيم لا 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 وعايز الجلال اللي لا ما انت ماشي لا لا انا حلفت بالله والله العظيم ما انت ماشي ده مش اسلوب ما اكسبها سيبها خلاص اصور معاك ما فيش الكلام ده عيب ما فيش ايه اقعد 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 بس حاج اخرجي بره
يا عم صل على النبي. لا تخرج بره. قدمني في البرنامج قدامها على الهوا اللي انا جزار حرامي. لا وانا ما اقبل. قدمني كده وانا هقبل. انت راجل. لا والله. وانا هقبل والله. اقعد اقعد. اقعد بس. اقعد. اقعد بس. كفايه تعب. يمين ربنا حق صباح. يمين بالله لو غلطت في الضيوف تاني هي حر. ايوه لا ضيوف سيبك لا ضيوف. انت قليل ادب وشتمتني. الراجل عمال يبوز دماغي. والراجل قال لك مش عارف. كفايه بقى الله يبارك. دول من امبابه. لا يا عم يعني الله يخرب بيت ام امبابه. خلاص كفايه يا عم. يعني من امبابه ما بسيبوش يا عم. انتوا في ايه يا عم؟ ايه اللي ما بسيبوش دي؟ ولا انا بسيب حقي يا عم. فوق الناس. يلا هتخرج ولا تعمل ايه؟ كفايه بقى يا حاج صباح كده حلو. هتخرجي ولا نصور مع ناس ولا نعمل ايه؟ توكل على الله. لا برضه احنا في اولى. ما فيش اللي في دماغك ده خالص. خلاص توكل على الله. توكل على الله. خلاص حاج سعيد وانا حبيتها. صل على رسول الله واسكت. صل على رسول الله. صل على رسول الله. بس انا سميت بالله. توكل على الله عشان الناس دي برضه. خلاص خلاص بقول لك يا حاجه ده بعد اذنك طبعا. طب بعد اذنك انت ممكن تخرجي خمس دقايق اتكلم مع الناس خمس دقايق واديهم جايزتهم وتخرجي. يا سلام. لا معلش معلش يا سلام. مش هينفع. معلش مش هينفع. معلش مش حلو ليكوا. معلش. لا معلش مش حلو ليكوا. معلش انت عايزها موجوده يعني. اه معلش. طب انت عايزين نقعد النائر. لا 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 هي خلاص هي فرصه ان هي تروح مكان فده يعني دي حاجه لوجه الله الكريم. ماشي بس ما خروجها هيخلينا نخلص. معلش. معلش. لا 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 واحنا هنخلص والله ما هتتكلم تاني. طب لو اتكلمت انت تشكمها. انت مش جايه تزوري بيت ربنا طبعا. طب احلفي بيه اللي ما هتتكلمي اللي انت طالعه له وتقول يا رب انا نفسي اشوفه. خلاص بقى احلفي بيه. اصل لو على غلطت تاني هيمد ايده عليه. ايه يا اطفال ايه؟ ايه؟ انت معاك اطفال؟ اه ولاد اختي. ولاد اختك؟ اه عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. دخلتهم لك؟ امال انت بتقول ايه يا استاذ شكري؟ هو بيجي له تليفون يا امي. هو ماله هو؟ لا حول الله. ولاد اختك؟ نعم نعم. اتفضل. الحاج والحاج هما خلصوا لهم جايزتهم وتعالى بقى في ما احنا مش فاهم في عيال موجوده بره. طب خلاص ويعني بتقول لك ولاد اختي خليه ما احنا نعمل ايه بيهم؟ مفيش ولاد اختها وانا مش فاهم في ايه. مش فاهم انت معاك اطفال بره ولاد اختك؟ اه يا سيدي بيقول لك مش ولادها ولا ولاد اختها ولا عمرها. انا مش فاهم في حاجه. خلص يا ريس وفي المونتاج احنا هننزل ماتيريال ونكمل الحلقه. من اخلص مين الاول؟ اخلص مين الاول؟ الحاج صبر حاج سعيد طبعا. اه وبعدين يجي الامن بقى يشوف ولادها ولا مش ولادها ولا ايه اليوم اللي مش معدي ده. مين دول اللي معاك؟ مين اللي معاكي؟ مين اللي معاكي؟ قلت لك ولاد اختي. ايه فيها؟ طب ايه؟ لا ولاد اختها ومقعدهم مع السواق بره. بتقول لك مقعدهم مع السواق معاها سواق. يا استاذ حسام مش موضوعنا. هم اللي مضايقك كمان السواق. دخل العيال. طب دخل العيال. دخل العيال. دخل العيال. مش انا بقول لك انت زنك ده هيجي على خراب بيت ليكي. لا والنبي لا هيتخرب بيتك. والله العظيم إيه؟ هيجي خراب بيت ليكي. اه انا بحلف بالله. انت هتخلص. انت خلاص هتخلص ورانا شغل. خلاص احنا. انت ماشي ماشي. تعالي يا بابا. ازيك عامله ايه؟ انت ولاد اختها؟ انت قريبها؟ انت مالك؟ انا بتكلم. ايه هم دول كمان ضيوف عندك؟ مين تقول لها تسكت؟ ما هم مش عايزين يردوا يا امي. طيب ثواني بقلب. ما بيكلموش حد. لا رد يا بابا. انت ولاد اختها؟ انت قريبها يعني؟ تقول له لا. يخرب بيتك. عم سعيد. مالك يا ماما؟ عم سعيد زعلانه ليه يا ماما؟ ما تخافيش يا امي. انت بتقولي له لا. انت قاعده جنب خالتك ما تخافيش. خالتها منين دي يا عم؟ ما هي يا عم خالتها منين؟ ده بتقول لك ولاد اختي. ولاد اختي مين يا صباح؟ ايه ده بس يا عم سعيد؟ ايه ده يا عم سعيد؟ اتكلم انت يا عم. تعالى قوم لعم. تعالى قوم يا بابا لعم. تعالى حياتك تعرفهم؟ انا خايفين ليه؟ يا انا ما اخليها اسالها يا نبيل اسالها. لو ان ماما عودي كده عودي. قولي يا حبيبتي. تعرفيها؟ قولي. لا عادي يا ماما. اتكلمي. لا يا عم يا سلام. اتكلمي. كيف اتكلم؟ اتكلمي يا امي. اتكلمي. ما تخافيش يا امي. ما تخافيش. انت تعرفيها؟ لا ما تعرفش. يلا يا حرامية. لا والله. تعرفكيش. لا والله. بتقول ولاد اخت. اتصلوا بقى بالامن. هي اللي جايبكوا؟ اتصلوا بالامن. ايوه اتصلوا بنت حرامية. اتصل بالامن يا اخوي. ايه؟ اه. كانت حطاهم في الكراتين. كراتين ايه؟ هو في بني ادمين بتتحط في الكراتين؟ استاذ شكري اتصلوا بالعم حراميه. تعالى يا بابا نخلص الناس دي. لا والله. تعالى جنب عم. بجد. تعالى جنب عم. اقعد. اقعدهم جنب. بس. بس كده. يال وريني الفيلم ده هيخلص على ايه؟ هيخلص. ما تخافيش. يلا يا نصاب يا حراميه. قول لك يا حاج هوبا. يلا يا نصاب. اه هوبا يا حراميه. ما تخافيش يا امي. هوبا. صباح يا صباح منك لله يا صباح يا اللي هاريك تفاح.
يا عم والله العظيم عمال تترعش. والله النبي العيال بتترعش. اتصلوا بالامن اتصلوا بالامن. لا والله لا يا هوبا لا يا هوبا دولنا الصباح حراميه. عايز تجيب ده وده يا سبحان الله. انت لو قلت يعني ابن اختك هصدقك. اختك معلش يعني ثواني اختك على شكلك تجيب الاشكال دي. الاشكال دي يلا ردي. لا والله لا والله لا والله انت انت خدتيها البنا ببقك. لا والله لا والله. هو انت فاكر ان انت كده يعني ايه بتهتني مثلا؟ انا ده انا هعلقك زي اللحمه. مين ده؟ ده لو انت ولا عصره زيك ولا بلدك كلها. ماشي اقعدي. طيب اقعدي اقعدي بس اقعدي. ده انت نارك ازرق. والله والله نارك ازرق. براحه براحه اصل بخير. مفيش يا ماما والله اتبحلك دلوقتي. تتبح مين يا راجل انت؟ كاسدك في جيب اتبحك وربنا. مين ده؟ لا انت ولا عصره زيك. خليك مع امي يا حبيبتي ربنا يبارك لك. روح اتكل على الله. روح اتكل على الله. جايلك محلك اظن اشحت منه. انا ما دخلتش اللي زيك محلي. اللي زيي هم اللي معيشين اللي زيي. ادخلك الزريبه عندي. اللي زيي هم اللي بيعيشوا اللي زيي. الزريبه بتاع البهايم ادخلك فيها. اه زريبه البهايم ديت انت اللي تقعد فيها. امشي. مش انا. امشي. طب روح فرحه فين؟ خلاص يا عم. والله العظيم طلعت انا. لا ما تقوليش بس والله العظيم طلعت انت فظيعه. اوعي. بس ايه ده؟ خلاص انت مش من اي حاجه. زريبه والله العظيم تدخلها الزريبه. مين؟ انت والله تدخلها الزريبه. خلاص تعدل البهايم. والله تعدل البهايم. مين ده؟ ده انت اللي تعديه. بص بقى. انت اسم الله صدق اللي قال. مناخيره اسمها مناخيره. يا صباح من مناخيره وجعاك. مناخيره وجعاك. ما طلع انت قبلي. شفت راس من عني. يا ولد حته بقى حلوه راس كده حلوه. غنيها غني لها والنبي. ايه وانت فاكرني ايه؟ عشان ده ترقص لك. ده فنان وانت ترقص الكلام؟ والله اللي بقول لك من امبارح. انت تجيب الاشكال دي؟ اه ما تخافيش اقسم بالله على الاقل. لما تشوف الاشكال اللي انت جايبها شكلها ايه ده العادي؟ عسل. بجد؟ والله عسل. عشان ابوهم عسل. عشان ابوهم عسل. روحي بس للعيال تهرش مني. تخافيش يا امي. تخافيش. خلاص خليك مع امي يا بابا خليك. تعالى اقعد اقعد يلا خلينا. اسلم الاستاذ جاد. مش هسلمهم الا في الاسم دول. اه سلمهم في الاسم. خلاص مش هتخليهم. اه والله سلمهم في الاسم. عشان خاطر اللي عشان خاطر هترجع هترجع لمناخيره تاني. بس كده. لما نشوف. اسمك ايه يا ماما؟ ها؟ ودني كده. اسمها ايه؟ انت مالك؟ بص نهارك ازرق. جابتكم منين؟ اه نهارك انت الازرق ان شاء الله. حطنا في كراكيب. كراكيب ايه؟ جابتكم منين يا بابا؟ كراكيب ايه يا ابو كراكيب؟ شفتوها فين؟ شفتها قابلتكم فين؟ شفناها امبارح بالليل. خدتكم منين بقى؟ قالت لكم ايه ولا عرفتوها ازاي؟ ايوه شفناها امبارح بالليل. يلا كملي التمثيليه. امبارح كنت قاعده في العربيه فبابا نزل يجيب لنا حاجه من عند هايبر. اه هايبر اللي في اكتوبر. اه يعني انا كنت هنا من امبارح. اه فهي خدتك. ما تخافيش منها. ما تخافيش. ما تخوفش دي. ما تخوفش. اه هي شكلها وحش بس ما تخوفش. لو انت اللي شكلك عدل قوي. ترمي نفسك ما تغلطيش في الناس. والله. والله العظيم انت حر. بتموت فيا. اه ما انت شبه اللحمه اللي انت بتبيعها. انا؟ اه انت. طب اللحمه حلوه. لا بس مترمية. اللحمة حلوة. مترمية. بتتعلق. ما انت رميتي نفسك قبل كده. اه رميت نفسي. مناخيره. رميت نفسي. مناخيره. مناخيره. كملي يا بابا كملي يا بابا. تصدقي عندي جاموسة شبهك كده؟ والله العظيم وانا كان عندي عجل كنا مربينه في البلد شبهك. شبه انا؟ اه. طب عجل احسن من جاموسة. امبارح قالت لنا قعدت تقول لنا حاجة لله. حاجة لله؟ استني يا وليه انت. اه شوف الموضوع ده انت يا معلم. والولا عليك بدري. اه شوف والولا عليك بدري. ده الدرجه الناقص. اه خلص. قالت لنا حاجه لله فبابا كان جايب لنا شيبسي وحاجات فادينا لها شيبسي و شيبسي. هو في حرامي ولا في بتاع بياخد شيبسي؟ والله البت خايفه من شكلك. والله ما خايفه غير من منظره. ما تغلطيش يا ست انت. شكلي وحش؟ ما تغلطيش الامن جاي لك. اصلا بصي اهي بتقول لك. اه ما تغلطيش. شكلي وحش؟ بومة قاعدة قدامنا. معلش ما تحترم نفسك بقى. ده انت راجل مهزر صحيح. ايه المصحف الشريف انت راجل مهزر. قمت اعلقك. مين ده اللي مهزر؟ مين ده اللي اتعلق مين؟ والمصحف ده اللي علقك. بس يا دي بقى كفايه بقى. والله العظيم انت راجل في حد غير. والله العظيم انت في حد بيهم غير. خلاص يا حاج الله. لا لا الاول مين؟ يوم لي مين؟ لا لا خلاص يا عم هريس. هوبا خلاص يا حاج الله. خلاص يا حاج الله. يا سلام. الله خلاص يا عمال تشتم في الراجل وتشتم فيكم. اقعد يا هوب بقى كفايه بقى. ايه ده؟
ان شاء الله. طب ماشي ماشي ان شاء الله انا اللي هذبح لك. تذبح مني يا ابو فيح. وبعدين ما تذبحش اللحم ده. اللحم ده انضف من اللحم اللي عندك. لحم الحمير، الحمير اللي جابته لهام سعيد. لحم الحمير اللي انت بتبيعه عندك في المحل. اقعد عارفين انا بقول عليه جملي. ايه ده بس؟ حاضر حاضر. طيب ايه ده، في بنت تاني؟ ايه ده، مين تاني يا استاذ شكري؟ يا لهوي، ده في واحد بنت تاني في العوف العربيه. ده انت بقول مش ده، ده انت هتتقتل النهارده. دخل يا استاذ شكري. دخل يا عم، ما تخافيش. اقعد يا استاذ سعيد، اقعد يا استاذ سعيد. قاعده جنب ايه انت؟ ما تمكيش والله. طيب خلاص يلا. ايه يلا 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 خلاص خلاص، احنا بقينا في العصابه. يلا في العصابه. اقعد. يلا يلا يلا، خلينا نرجع نسلم الناس دول جايزتهم ونسيبها هنا. معانا مين يا عم؟ خلاص تعالى حبيبتي، تعالى يا ماما، تعالى جنبي. تعالى تعالى الاستاذ، تعالى يا باشا انت جنبي هنا. تعالى انت جنب عمرو، انت تخلفي دول. تعالى ادي واحده تانية مخطوفه. تعالى مخطوفه. تعالى حبيبتي، تعالى تعالى حبيبتي، تعالى جنبي. لا يا مخطوف، تعالى يا حبيبتي، تعالى هنا. ايه ده؟ يخرب بيتك. لا في العربيه. تعالى يا امي، انت تعرفيها؟ اهو. لا صح اهو. وخايفه منها ليه؟ لا صح، انت بتمليها تقول ايه؟ طب يلا كملوا التمثيل. انا اتفرج عليها. انت تعرفيها؟ نهارك ازرق والله. نهارك زي نهارك بالظبط. ثلاثة ده ثلاثة العاصي. ثلاثة اعدام. لا ده العاصي. طب ما تسال حد تاني بره كده يمكن فيه. لا مفيش خلاص، كفايه والنبي. ماسوره كفايه كده، حرام عليك. نخرج العيال على ما نسلمهم الجايزه. ده انا هدخلك في ماسوره مسدوده. ده انا اللي هدخلك احصرك فيها. خش يدخلك عزرائيل لما ياخدك. قصدك انت ياخدني انا ليه؟ انا ليا لازمه، لكن اللي زيك مالهمش. امال ليك لازمه في ايه؟ في ايه؟ أيوة. يا مالك كده فيها انا، كده فيها عبدو، كده فيها انا، كده فيها عبدو. ما تخليك راجل محترم بدل ما هزقك. انت اول ما دخلتي خليك راجل محترم بدل ما هزقك. على الحرام لا فرقكوا عليها دي. المعلم بقول لك من امبابه، عارفه امبابه يا بلد الابطال. والنبي خفت انا واختشيت. انت بتشحطي في انهي شارع يا حاج؟ مطرح ما انت بتشحت في انا اشعار. ما تخافش في انا اشعار. ما تخافيش. خلاص يا بابا انت بتشحت يا ابن العادي. ده هنا كلها حكومه. بقول لك ايه، ده احنا في قلب الحكومه. ده لما تشوف الحكومه هتطلع مين وتخرج من شعرها. بس لو في اشعار تلاقيها مركبه باروكه. مركبه باروكه زي اللي انت مركبها ومسبسبها على جنب. شعر يا شيخ. طب اوريكي حاجه، اوريكي المعلمه بقى. يا معلم الوقت، سيبك من لا لا والنبي خلصت منها. سيبك البس. البس يا معلم. بس يا بابا ما تعيطيش يا حبيبي. تعالى يا بنتي اقعدي جنبي. لا حلو وجميل. استغفر الله العظيم. شفت كلام؟ شكلك ما يتشافش اصلا. ده بيطلع على النت. يطلع على ايه؟ على النت. يطلع على النت. يلا 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 نسلم الجماعه دول. شفتوا زمان في الراديو لما كان يجوا يسمعكم حدوده امنا الغوله؟ هي دي. هي دي. وانت ابو رجل مسلوخه مش كده؟ ما تغلطيش في الناس. رجلك ما تغلطيش في الناس. رجل عسل. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج الجنه تحت اقدام الامهات بعد الحشره دي ما خطفه ثلاث اطفال. معلش سامحوني. خلاص خلاص احنا بنتكلم. يخرب بيتك. احنا بنتكلم خلاص. وكنا يا جماعه عايز اقول للحاج صبر حاجه، الراجل المحترم والاهل امبابه والعم سعيد، ان احنا كنا بنعمل فيك مقلب. شربوا المعلم. يا نهار اسود، انا من اول ما اتفرجت على الولية دي. دي الولاد انا يا عم حبيبتي. ما انا بقيت زعلان عشانها قوي. لحمه الجمل بقيت زعلان عشانها قوي والله. بس انت استاذه. لا مدرسه. انا بقيت زعلان قوي لما عيطت. الثانيه على طول دخلت عيطت. انا عندي حساسيه في صدري. مين؟ ده انا زعلان عشانها. دكتور ابن كلب. لا تعرفي حظك حلو. تعالى يلا تعالى. لا الطاقيه كنت هاكلك. انت عارف المشكله؟ عارف انت اللي بوظت الحلقه. وانت ماسك البتاع عمال ولا وانا بقول ده ماسك البتاع ولا في دماغه الموبايل يا جماعه. لا 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 والله زعلان مني. لا بس شديت المعلم بصراحه. ممثله. شاطر. لا شديت المعلم. ممثله. لا شديت المعلم. تعالى هنا. على فكره يا جماعه الحاج صابر اقسم بالله على ما جبت رجله 10 كيلو لحمه. وعز الجلال تلاقي 10 كيلو لحمه. اهو قدامه. حاطيهم قدام الراجل ده. بص كل ما اقول لك ايه، بقول لك ايه، انحل وبره. او حياه ربنا. بصوا كل يا جماعه ما بقول له اكيد ان شاء الله هتيجي بكره في العمره تكسب وبتاع يعمل لي كده، اقول له زود كمان 3 كيلو لحمه يقول هاجي. كل شويه اقول له طب ادي 2 جاي. والله الاستاذ حسام هو اللي جرجرنا لغايه هنا عشان يعمل فينا المقلب ده. مقلب حلو صح.
وانا اقول لك زعلانه ليه تقول اه ربنا لك بابا لحمه خليكم تخلع سنانك يلا مش مشكله عمال اقول عليك طيب وانت لا بس بردك بردك يلا انتظروا حلقه الحاج صابر بزار جامد جدا الحاج سعيد الراجل المحترم الله يبارك بيكم انتظرونا ان شاء الله في حلقه جامده جدا في برنامج يا كبدي يا ابني مع بعض انتظرونا في حلقه جديده في برنامج ايه يا كبدي يا ابني باي باي يا محوجه يا وتعيدان الريحه مظبوطه وزايده بعد ال 18 فنجان ولسه بقى نارك قايده انت مبسوط على الفاضي انت يا ست انا اقوكم عايزه انا لا 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 عيب انا محترمه غصب عني ايه ده عماره امار